اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان فرنسا خرجت للمغرب زي النهارده سنه 56 خرجت ببوس الدين وعافاك من فرنسا وخرجينا من المغرب ديالنا، هذه الارض ديالنا والمغرب ديالنا. لا، فرنسا خرجت من المغرب بالكفاح، فرنسا خرجت من المغرب حيت فيه رجال، حيت فيه قوه، خدوا بالصرمه القديمه عشان كده خرجوا. خد بالك، ونفوا السلطان محمد الخامس وهو والملك الحسن الثاني الى كورسيكا ومدغشقر، وبعدين رجعوا، وبعدين خرج الشعب كامل، لان ادركوا ان المغرب لا يمكن يتنازل عن حاجتين، لا يمكن يتنازل عن ملكه ولا يمكن يتنازل عن ارضه ابدا. عشان كده خرجت فرنسا. واوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان فرنسا عملت حاجه اسمها فرنسه المغرب، لا، دي المغرب هي اللي عملت مغربه فرنسا. شوف النهارده فرنسا فيها قد ايه، فيها 1,146,000 مغربي عايشين في فرنسا، في عادات وفي تقاليد، يعني نقلوا المغرب كامل الى فرنسا. شوف الملك الحسن الثاني لما سئل انت لو المغرب اتخانقت مع فرنسا مين اللي يجي الثاني، قال فرنسا هي اللي تيجي المغرب، لان احنا دارسين تاريخ فرنسا وعارفين فرنسا كويس جدا. فلما المغاربه اتكلموا الفرنسيه زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من عرف لغه قوم امن مكرهم. يعني انت بتتكلم عن شعب دارس، شعب فاهم، شعب ممكن يتكلم جميع اللغات. النهارده هو عيد الاستقلال في المغرب، لازم تشيروا الفيديو ده فورا، وشكرا.